السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello dear students, today إن شاء الله معانا chapter 25 that reading data part 2. وصلنا لمسألة رقم 8، هنخش إن شاء الله مسألة من أول number 9 up to 16، يعني معانا من 9 ل 16 إن شاء الله. مسألة 9 بتقول إيه؟ أهي Chapter 25. أول مسألة بتتكلم عن الـ Animal Salt Production in USA. طبعاً مدينا based على graph above. For which of the following two consecutive years was the percent increase in USA annual salt production the same as the percent decrease؟ التريك كلها هنا يا شباب. التريك كلها هنا. بصوا الشاشة بتقلب، معلش اهي جت ظبطت، نصغر شوية او تعالوا نجيبها كده. التريك في الجزئية دي بيتكلم على الديكريزينج بيرسنت، فين؟ من السنة 2010 ل 2011 نقص قد ايه؟ حساب بسيط جدا وممكن منتري، كالكوليتر از الاود از ويل. يعني هنا نزل بقى 30 وهنا كان 40، يبقى نزل ماينس 10. 40 ماينس 30 is 10. 10 over the original one يعني quarter times 100 بالآلة. أنا قدرت أعرف ال decrease كام بيرسنت. المطلوب بقى مين ال increase the same بيرسنت. يبقى هو بيسأل increase 25%. يبقى الكلو بتاعنا هنا السنه دي نزل قد ايه؟ هنشوف بقى مين الزيادات، هنبدا من هنا، دي زياده شايفينها؟ طب زياده قد ايه؟ الاوريجينال 20 الديفرنس 40 ماينس 20 از 20، زياده 100% ايكوال 1 نوت رايت. طيب دي زياده اهي شايفينها، الثانيه نعمل كلر مختلف، نعمل لون ده. هنا عند ال 15 هنا عند 20 الزيادة 5. طبعا 1000 متريك تونز، 5 difference between الاوريجينال 15، الزيادة دي third 1 over 3. طبعا لو احنا شطار في الفراكشن قلناها قبل كده، الفراكشن ده يعمل 33.3%. تمام، يعني الزيادة 33 بوينت مش هتنفع، نخش على الزيادة دي اللي من البارن. هنا كان 20 هيصير هيبقى 25. الديفرنس قد ايه؟ الديفرنس من 20 25 از 5 اوفر اوريجينال 20. كوارتر ظهرت اهي، يبقى الزيادة هنا كام؟ تايمز 100 يبقى 25%. كل ده كالكليتر طبعا اسرع بكتير. المسألة طويلة شوية الأمانة، وفيها فكرة وفيها تريك كده قلناها، إن بيتكلم على زيادة بنقصان يعادل أي سنة. فطبعا الير بتاعتنا هتبقى 2013 up 2014. answer is C. I think in C right. شايفينها؟ احنا طلعناها هنا، هي الانسر بتاعتنا تكون C. يا رب تكون فهمت وواضحة، لو فيها أي مشكلة ابعتوا لنا، زي ما انكم بتواصلوا معانا الحمد لله بنقدر نرد عليهم على الجروبات. تعالوا نشوف نمبر 10 بيقول لنا إيه. According the graph above the average mass of wolf spring، هذه الولف سبرينج. أنا رحت على طول على السؤال لأن الرسمة فيها داتا، هنا عايز أعرف كل 1 بار بكام؟ يعني دي 100 120، يعني دي مش عند ال 100 بالظبط، 140 160 180، كل واحدة ب 20 يعني ده 120. تمام، fraction of the wolf، الولف كام في المية من مين أو كم fraction من مين؟ كأنه بيقول كلمة fraction of كأنه بيقول ratio، واللي قال عليه قبل fraction of
نكتبه الاول. هو قال برين الولف، يبقى الولف 120 الاول. اوف ا بيج، نروح للبيج. البيج قدام مين؟ لازم تبقوا ناصحين جدا تحطوا رولر كده، هنلاقي 108. ذاتس اول. نحط دي على الكالكليتر يا مستر، انا ما اعرفش فراكشن، ما اعرفش ريشيو، نسيت. ده سؤال كالكليتر. بصوا هنعملها سوا ازاي. احط 120 فراكشن، يس طبعا من غير آلة اسهل طبعا، بس في ناس نعمل دبل تشيك. انسر از 2 ثيرد، شايفينها يا شباب؟ انسر نمبر 10 از 2 ثيرد. تمام، تعالوا نشوف بسهوله جدا طبعا مانيوالي بالمره، تعال نعملها مانيوالي. 0 مع 0 روح، ديفايدد باي 6 از 2، 2 باي 6 12، 3 باي 6 كاني عملت سيمبليفاي باي 6. تمام، 2 over 3 is the same. تعالوا نشوف number 11. عملنا زوم ان، زوم ان بس عشان تبان باقي السؤال. السؤال فيه تريك كده ولازم اوريكم هنعمل ايه في موضوع الاسئله اللي بيبقى فيها كالكليشن. غالبا كالكليشن يا تايمز يا بلس يا سبتراكت يا بيرسنت، واحده من اربعه دول او الخمسه العمليات دول. طبعا هم يعتبر خمسه هنا، وممكن تبقى عمليه دبل، يعني اعمل سبتراكت واعمل بعد كده بيرسنت، اعمل بلس واعمل بيرسنت. تعالوا بقى نشوف ايه حكايه الرسمه دي. فيديو جيم كونسول سيلز ان 2015، ودي يونت سولد بير 1000. ومدينا الكونسول قد ايه؟ هم اي بي سي دي اي. تمام خلاص احنا قريناه، يعني في A كان 250، في B كان 225، بالنص بالظبط يا شباب ما بين الواحد وال50 وان سو اون. يعني هنا هزود 25 كل مره، يعني ده 75، هزود 25 125، هنا يبقى 25 بس. طيب الجراف اباف شوز ذا نمبر اوف يونتس. تمام مدينا بقى البرايسز بتاعت مين؟ الكونسولز بالترتيب. ده 100 ده البرايس بتاعه. البي كونسيكيوتيف طبعا او ريسبكتيفلي البي 150. تمام السي 200، الدي 300 250 دي 250، الاي 300. المطلوب which of the five consulates generated the most total revenue. التوتال ريفينيو الناس اللي خدت accounting، يعني ال selling times the unit، selling times the unit يعني هو باع كذا unit هنا، طبعا 25 250,000 units. طب يا مستر لازم احط قدام 1000 30؟ لا كلهم بال 1000 خلاص، يبقى الناتج اللي يطلع بال 1000 ده برايسز كله بالدولارز، يبقى اعمل تايمز بس، يعني كل اعمل بالكالكليتر. طب يا مستر اعملهم كلهم؟ لا نعمل اللي بيقول عليهم اي بي سي. ما فيش سي، ما عملش سي، مش قايل لي على السي اي حاجه، يبقى اي بي دي اي. مين الاكبر؟ هل بقى نعمل الاربعه دول اي بي دي اي. يلا ازاي يا مستر نعملهم؟ نكتبهم بالكالكليتر، بس انا اكتبهم لكم مانيوال، كل شغلنا كالكليتر. يعني هنعمل ايه يا شباب؟ 100 تايمز البيك هنا او التوب هنا 250، ونقدر نعملها بعينينا على فكره، بس مش كل المسائل 150 البرايس في عدد اليونت 225، دي صعبه بعينينا شويه. هنا 250 انا ما عملتش دي لان هو مش حاطها لي في الاوبشن، تايمز 125، هنا 300 تايمز 50. بص دي اكيد دي صغيره قوي، يعني دي 6 وبعدين 3 0 6 مليون. المستر مكتوبه 6000، ما احنا في دي بال 1000. اوكي احنا هنعمل كومبير او هنقارن بالطريقه دي،
نعمل ايه؟ كومبير او هنقارن بالطريقه دي. تمام؟ يعني كل كومبيرنج يبقى على 3 زيروز. تعالوا نشوف الباقي، دي اكيد بره، دي اصغر من دي بكتير. بصوا دي كام؟ 25,000، يعني 2 مليون 500,000. يبقى كده معانا اتنين بس هنقارن بينهم. ليه انا عملت دي على طول؟ 3 زيرو نزلت 1 تايمز 25، يبقى نعمل دي وهنعمل دي اسرع. خلينا دايما بنثينك، نعمل ثينك فين؟ في الاسرع طريقه. طبعا على طول هو كان كله بالقلم الاول would be okay يعني. خلاص دي اكبر يا مستر، هي طلعت دي اكبر، يعني دي كمان بره الاكبر لغايه دلوقتي 3375، اكبر لغايه دلوقتي 0. دي هتبقى 333 مليون، دي 25 مليون باي ذا واي، 25 مليون 33 مليون اكبر، او الرقم نفسه اللي ظهر قدامي. اوكي، الرقم نفسه اللي ظهر اكبر رقم لغايه دلوقتي، اكبر من ده. طب اللي بعده هنعمل كومبير ازاي؟ ها، جاست مالتبلاي 250 مالتبلاي باي 125. بصوا ده طلع اعلى واحد، ده اقل ريفينيو، ليست 1 ده ليست 1 اند ذن سكند ليست 1، يعني الانسر 31 مليون 250,000. يبقى ده از ذا ماكسيمم ريفينيو، بي انسر از بي. يا رب تكون وضحت المساله، بسيطه بس فيها شويه لخبطه، ان شاء الله ما تلخبطوش فيها. لو في اي سؤال ابعتوا لنا يا شباب. تعالوا نشوف نمبر، حلينا 10 حلينا 11، نمبر 12. نمبر 12 بسيطة إن شاء الله، نكبر شوية، نعمل زوم أوت، أهي كلها معايا تمام، زوم إن، زوم، يلا بسم الله. بيقول لنا إيه؟ الجراف أباف شوز ذا بروفيت أوف كمباني إكس، دي إكس، واللي تحت كمباني واي، تمام، كوارترلي، بير كوارتر، كل ربع سنة، لاست يير. طيب ده البروفيت في الكوارتر المطلوب، يعني هنا بروفيت في الكوارتر، طبعا دايما كمباني اكس اكبر. هو عايز ايه؟ which quarter was company x profit twice، يعني امتى اكس مرتين؟ يعني ده كده 2.5 3 around to be 3 this is around to be 7 9 or 8 could be 8 not double. نفس الحكاية هنا around this 2.5 3 around to be 4 this is around to be 7 before 7.5 في النص أو 6 كمان not have at all كملتش ال 8. هنا ركزوا بقى يا شباب في الحتة دي، كلر مختلف أهو، دي 5 around to be 6 before 7.5، يعني هنا 7.5 يعني دي تقريبا 6 7 and a half. طب هنا برضه دي 10 11 around to be 12، ليه يا مستر؟ لان دي 12 and a half doubled، واضحه هي، بس السكيل مش باينه، تعتمد على الاستيميشن بتاعنا او السنسيشن بتاعنا، لازم نحس بالرسمه، لازم تتوقع المكان النمبرز، فدي دبل اكس از دبل ال y 12 is double of 6، يعني اعمل 6 times 2 يديني 12، answer is 3 in C. يا رب تكون واضحه، 12 is C. تعالوا نشوف لو في اي سؤال ابعتوا لنا عليه يا شباب، ان شاء الله واضحه. برضو الزومين كويس شغال، يعني نقدر نكتب حتى اسم ال states هنا، state health care spending in 2013، يبقى ده الاكسبنشن او المصروفات، يعني spending billions of dollars hospital prescription drugs، المصروفات الادويه او الروشتات prescriptions. تمام، مدينا ايه هنا؟ يعني انت طالب ايه؟ دي طبعا في الاسكا
اريزونا، انا من تحتها شباب، الاباما، الاباما، الاسكا، اي ال اي ال الاباما، اي كي الاسكا، اي زي اريزونا، اي ار اركنساس، اركنساس. In 2013, based on graph, which state had highest combined Helena hospital care and prescription. يعني combine بالماث sum مجموع الاثنين، يعني ترك الاثنين مع بعض highest end combined together. هنا طبعا لازم care about the scale 5، يبقى دي 2 and a half في النص، 7 and a half هو ده الكيل او الكلو اللي هنا بتاعنا 12 and half، هنا 2 and a half و15 مجموع الاثنين 17 and a half. هنكتب السم ممكن منتري طبعا، انا جمعت بس يا شباب 2 and a half، دي 2 and a half اهي مع دي، وده طبعا 15 واضحه جدا خلاص. طب تعالى نريد دي 7 and half، 7 and half يعني 15 doubled 7 and half و7 and half، خليها بالعكس عشان في ناس not native speaker Arabic speak native speaker English، تعالى نعمل دي كده 17، احنا native Arabic طبعا سوري 17.5 يعني 15 هنا مرتين 17.5 7.5. ال A Z أو ال Arizona، مين Arizona؟ 12 and a half تمام، احنا عايزين هايست، دي خلاص دي هايست دي بره لغاية دلوقتي طبعا، دي 12 and a half ومين و 7 and a half، يعني هنحطها بالآلة أو نحط الهاف هنا تبقى 13 يعني 20 خلاص become the highest here لغايه دلوقتي. بس بصوا كده دي اقل ودي اقل، خلاص دي خلاص ما كملش، هي الاسكا اركنساس الاثنين اقل، يعني حتى لو حولت احسب يا شباب هضيع وقت 15 10 و5، يبقى انسر از اي زي ستيتس اريزونا، انسر سي از ويل، انسر سي از ويل اريزونا. وضحت الكي هنا الكلو بتاعنا هنا نمبر سي انسر نمبر سي اريزونا. اوكي طيب تعالوا نشوف مساله نمبر 14، حلوه 14 فيها لخبطه شويه بس فيها حسابات سريعه. ايه اللخبطه اللي فيها؟ ان دي كولز انسر بير اور، كل ساعه عدد المكالمات كام؟ خلاص الساعه دي 4 الساعة الثانية فور. بص يا شباب دي first hour second hour third hour fourth hour، يعني ما اقول 5 يبقى بنعد اللي قبل 6 بعد اللي قبل، بداية ال 5 لغاية نهاية 6 كلها ثابتة فوق 6 and so on. وصلت؟ لأن الناس كتير بتلخبط من fixed function دي، fixed function in interval، يعني هي تيجي عند حتة وثابتة، تيجي عند interval أو time وثابتة، شايفين البريد ثابتة، فدي ثابته كلها 6 يعني 6 6 8 8 8 4 4. طب ايه المطلوب يا مستر؟ What is the total number of calls؟ انا ما قريتش سؤال، انا قريت الجراف. I have read only the graph. I don't read the question. على طول على I don't read the narrative of question. I go to the question directly. What is the total number of calls? Answer. He answered. شو؟ should be Jeremy in during the shift. الشيفت بتاعه 8 ساعات 7 hours 7 hours هنا، يعني هنا اول حاجه المجموع بتاعهم بلس. طب المستر اعمل بلس ازاي؟ نعملها بالاله 8 تايمز 2 4 تايمز 2 8، هنا 3 تايمز 4 24، 2 تايمز 6 6 and 6 12، وبعدين اد اول، ممكن اعملهم مره واحده بالكالكليتر واريكم زي حاله، هيطلع الانسر 20. انا جمعت دول 20 44 يا شباب، الانسر انسر از 44 وخلص.
يا مستر عايز اعملها بسرعه بالكالكليتر. احنا بنطول عشان بنشرح يا شباب. بص اعملها ازاي بالكالكليتر، ان less than 1 minute 4 multiply by 2 plus 8 متكرره 3 times repeated plus 6 متكرره 2 times answer is 44 as well. يا رب تكون بسيطه عليكم. طيب تعالوا نشوف نمبر 15 اخر واحده. لا لسه فاضل لنا 16 في الشابتر ده. نعم فاضل لنا 16 I think yes. نعمل بس كلين ونخش على نمبر 15. بيقول لنا ايه؟ one day medical evaluation. تمام. glucose level many grams per dc liter. تمام. milligrams per deciliter means be مستوى السكر في الدم. time hours after 8 a.m. دي بدايتنا، يعني الكي هنا ان احنا الساعه 8 الصبح مستوى السكر should be zero. اوكي الجلوكوز هنا should be zero. تمام نكمل. One day medical evaluation break at breakfast الساعة 8 وبعدين eat lunch الساعة 12. During each meal doctor record his glucose level in the graph. يعني الدكتور كل ساعة تحت الملاحظة بيحسب له المعدل الجلوكوز level in the blood. طيب تعالوا نشوف هو السؤال ايه او في ايه هنا في الرسم. بعد البريكفاست الساعة 8 after 1 hour become 150 طبعا ميلي جرام ديسيليتر 160 فضل ثابت ساعتين من الساعة 9 ل 10 يبقى دي أول ساعة not half hour دي 1 hour each of hour become here so الساعة الثانية الساعة الثالثة نزل حرق كل السكر بتاعه أو الجلوكوز burning. تمام ريكفر للليفل بتاعه 140. طب كملوا التاج 140 بدايه 4 دي يعني ايه؟ الساعه 4 حط اربع ساعات تبقى 12 دي بدايه مين؟ 12 بي ام بدايه الايه؟ اللانش. نفس الحكايه زاد جدا وصل 180 بعد هاف اور. ليه؟ لان دي نص ساعه من اللانش وبعدين يبقى اللانش شديد عليه وبعدين نزل ثاني نص ساعة وبعدين فضل ثابت for two five seven for two hours من five لسيفن يعني نحط على دي 12 يبقى من الساعة كام؟ one two بعد 12 يبقى لغاية الساعة 3. اوكي هو بيقول ايه؟ هو ما قالش الف الانسر. لا الف الانسر عايز طيب. طب ايه اللي في الانسر؟ according the graph how many hours سؤال اهو يا شباب how many hours was breaks glucose recover time after lunch. ايوه greater than after الكي كله هنا greater than recovery time after breakfast. يعني يعني هنا في البريكفاست خد كام عشان يعمل ريكفر؟ همسح بقى الشاشه اعمل كلين كده. في البريكفاست خد كام ساعة عشان يعمل ريكفر؟ في اللانش خد كام ساعة عشان يعمل ريكفر؟ يرجع نفس المستوى الأصلي بتاعه. وعايز مور ذان يبقى عايز ديفرنس. هنا الساعة كام يا شباب؟ 2 مش الساعة كام؟ اللونج قد إيه؟ من بداية البريكفاست لغاية هنا يبقى 2 أند هاف بس، سهلة جدا، مش هعمل ماينس أو عملت ماينس 2.5 ماينس 0 تمام خلاص. طب من هنا لهنا بصوا من الساعة 4 بداية 4 hours after أو at start of lunch دي تعتبر إيه بدايتنا وأقدر أعد. يعني أنت لو طرحت صح لو عدينا صح يعني recover هنا يعني 1 2 3 4 as well 8 minus دي بدايتنا minus 4 8 ساعات من بداية breakfast. طبعا احنا بنحسب كده
مش بدايه اللانش، بدايه اللانش 4 ناقص بدايه اللانش خد 4 اورز اند ريكفر، يبقى الديفرنس قد ايه؟ اللي هو الديفرنس جريتر ذان بكام؟ 4 كالكليتر ماينس 2.5. Answer is 1.5 hour difference between recovering glucose in the blood greater than for lunch meal. Lunch meal is greater than by 1.5 hours. تمام؟ الانسر مين بقى 1.5؟ Answer is A. ده مش طالب إجابة، طالب الانسر is A. Option. نخش على السؤال اللي بعده، لو في حاجه ابعتوا لي يا شباب ان شاء الله يكون سهل عليكم. سؤال 15 هو بالليله دي كلها، يعني 16 سوري، سؤال 16 بالليله دي كلها ازاي؟ تعالوا نشوف بقى هو في ايه، حساباتها طويله شويه. احنا قلنا في خمس عمليات، 5 اوبريشن بيرسنت ماينس ديفايدد، دي هنعمل فيها كذا عمليه، الوحيده اللي على الجراف نريد الداتا واعمل عمليه. The graph above shows the gas mile age. Mile age for years. تمام. يعني هنا مثلا عند say عايزين رقم صريح، رقم صريح 60. عند 60 سرعة 60 ال car بتقيد 55 miles، بتمشي 55 miles per gallon. يبقى gas mile age 55 مايلز كل جالون. لما يجي عند 70 الكار بتاكل او بتمشي، بتاكل في الجالون، بتعمل في الجالون الواحد 50 مايلز. Is it clear؟ هيعتمد على حاجات كتير قوي. تعال نشوف السؤال بقى عايز ايه هو. Based على الجراف above، how many gallons gas are needed to drive x 5 hours، يبقى انا عندي تايم 5 hours تمام at constant rates speed mile per hour speed عند 30، 5 hours عند 30 محتاج كم جالون؟ تمام انا عند 30 اهو الكار هتمشي كم؟ 25 miles per gallon. تمام لغايه كده تمام. هنعمل ايه يا مستر؟ انا محتاج اعرف how many gallons of gas are needed عشان امشي 5 hours. طيب يعني يا مستر انا هفضل ماشي كل ساعة 30 30 30، يعني همشي، ما هو ده speed وده time، انا اجيب distance. شفتوا ازاي المساله تحولت نهائي بقت فيزيكس؟ ده سبيد وده تايم، والديستنس عباره عن تايم ملتبلاي باي سبيد. خلاص كده انا عرفت همشي قد ايه، كل ساعه 30 يعني همشي 150 مايلز تمام في الخمس ساعات. طب ال 150 مايلز في اي كونسومشن؟ ان ساعتها الكار هتقيد في الجالون الواحد تمشي 25 مايلز، يعني انا محتاج كم جالون؟ كل جالون هتمشي 25، يبقى نقسم ال 100 التوتال ديستنس على الكونسيومد او التوتال مايلز اوف كونسيومد 1 جالون، هيديني نمبر اوف جالون 6. ثاني انا جبت الديستنس اللي هتمشيها العربيه فين؟ خمس ساعات. الديستنس 150 مايلز، 150 مايلز تمام. ساعتها الكار هتبقى بتعمل في المايلز في الجالون الواحد 25 مايلز، يعني ده متقسم كام 25؟ عشان مش معنى 25 هو اللي قال كام 25 عشان اعرف هنا نيد جالون 1 جالون 1 جالون وهكذا، فانا بوزع ال 150 على 25 تديني نمبر اوف جالونز ذات نيد. اي هوب ات كلير ان شاء الله، وضحتها وعملتها ببساطه وبهدوء جدا عشان نفهمها، حل بسرعه جدا في الامتحان. لو انا عرفت الفكره ما تاخدش وقت، نقولها بسرعه تاني ازاي ما تاخدش تايم. فيرست اوف اول
based على الجراف above. How many gallons, عدد الجالونز needed to drive for 5 hours. يبقى انا need the distance. The distance في 5 hours. Distance time by speed. يعني 5 multiply السبيد هنا واللي قال لي 30 يبقى انا همشي مسافه 150 مايلز. كل 25 مايلز عرفت منين؟ من هنا. Each 25 مايلز take a gallon. يبقى ال 150 number of gallon كام؟ 6 by calculator. Answer is 6. شفتوا الفكره بسرعه؟ انا ما خدتش دقيقه لما قلت لكم اشرحها بسرعه. يا رب يكون الشابتر ده حلو عليكم وسهل. ان شاء الله ان شاء الله هنخش في شابتر 26. قربنا نشطب الاس اي تي والسات يعني الاي اس تي كمان الايست ايجيبشن سكولر اديوكيشن الاي اس تي نيد فور اول اوف ذيس بوك. بس هنكمل على ده حوالي 7-8 حلقات تاني عشان في توبيك زياده زي اللوجاريزم وحاجات تانيه يعني في تاني بلس بعد ما اخلص الشابتر ده بعد ما اخلص الكتاب ده هنعمل بلس around 6 or 7 episodes for what for EST. هنعمل بلاي ليست تانيه مختلفه واشوفكم على خير ان شاء الله تعالى في probability next episode. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.